من الوقوف بين يدي الله تعالى في محكمة العدل الإلهية، ذلك اليوم الذي لا ظلم فيه ولا واثقة ولا شاه ولا رشوة ولا شهادة زور. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. والشاة الجلحاء هي التي لا قرن لها، والشاة القرناء هي صاحبة القرون. فيا من يظلم الناس، ويا من يتطاول على أموال اليتامى والبسطاء، ويا من يتعدى على المساكين والضعفاء، ويا من جعل الله حاجات الخلق عنده، تذكر قدرة الله عليك، وأن الله يمهل ولا يهمل. وانظروا إلى الأمم السابقة كيف كان مصيرهم بسبب ظلمهم. فأين فرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، والذي كان يسفك الدماء ويقتل الأبناء ويتكبر في الأرض، فكيف كان مصيره؟ قال الحق سبحانه وتعالى مبينا ذلك: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فرد عليه الحق سبحانه: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وأين قارون الذي أعطاه الله الأموال والكنوز الكثيرة؟ ما يسلب على جماعة أصحاب القوة حمل مفاتيح خزائنه؟ فتجبر وتكبر على قومه وعلى ربه فلقي مصرعه. قال عز وجل: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة والقوة، حتى بلغ فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. أيها المؤمنون، اتقوا الظلم، وليعلم كل واحد كيف يكون مصيره بظلمه، واتقوا دعوة المظلوم، فليس بينها وبين الله حجاب. عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: اتق دعوة المظلوم، فليس بينها وبين الله حجاب. وقال الإمام علي: لا تظلمن إذا كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعلم الله لم تنم. وتأملوا معي إخوة الإيمان في ذلك الظالم عندما يحيط به خصماؤه يوم القيامة، كل يريد أخذ حقه، فهذا يمسك يده، وهذا يتعلق برقبته، وهذا يقول ظلمني فغشني، وهذا يقول ظلمني فخدعني، وثالث يقول ظلمني فأكل مالي، ورابع يقول ظلمني فاغتابني، وآخر يقول كذب علي. فبينما هو كذلك وقد يشبه خصماه في مخالبهم وهو مبهوت متحير حتى لم يلقى احد ظلمه الا وقد استحق عليه مظلمته، اذ قرع سمعه
لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. فإن ذلك ينخلع قلبه من الهيبة وتوقر نفسه بالبواط، ويتفكر عندئذ ما أضاه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يا لها من مصيبة، وما أشدها من حسرة في ذلك اليوم. وعلم الظالم أنه مفلس فقير عاجز مهين، لا يقدر على أن يرد حقا أو يظهر عذرا. أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابته: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا ذهب له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس بأمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. اللهم أجرنا وإياكم من النار يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين. آمين، والحمد لله رب العالمين.